تشامبيونز ليغ، فما تصريح عملته في نهائي الوداد كان ينجم يعمل مشكله ترجي نتاع الفار وقتها، اللي قلت ما في بناش وقتها بالفار ما تخدمش. فكرت ولا ما في بناش من خاطر شفت في الاسبيرونس ثم حاجات ما تسمعش بيها، يعني خليوك انت جوار لاهي بالتيران ولاهي بكذا وكذا، انترونور عندك كذا وكذا وكذا، مسؤول تتلهي فهمت، مش يجيك انت ملاعب نتاع كوره عندك ماتش يقول لك لو عندك جفار باش يدخلك بعضك ولا كذا فهمت. انا واحد من الناس بالرغم ما لعبتش وواحد ما قالوا لناش، معناها الناس كل كونسونتري اللي معناها فما فار واللعبه باش تلعب والاربيتر جو باهي والادفرسير قدامكم والكره عندكم والجمهور يدز وان شاء الله زينه فهمت. فما حاجات ما تدخلش فهمت. تو جمعيه اخرين يقول لك راه رد بالك فما فار، ما فماش فار معناها برا فالله تدخل فهمت. تولي خليك كونسونتري خويا، راهو ما راهو هكا هكا هكا، راهو عندك انت مسؤول مثلا مسؤول راهو مش جاي الفار هو باش يسكب بالخدمه نتاعو، انت ملاعبي عندك خدمتك فهمت. مشيت تبعت سوبر شمس كيفاش شفت الترجي سوبر علاش مشيت الساعة؟ حسيت روحي لازم نمشي تقف مع الحقيقة اي ماتش فينال ديسيزيف، جروب جديد، اونترونور جديد، فما ضغط على الملاعبية، فما ضغط على المدرب، حبيت نمشي ونشوف صحابي ونعاون باللي ناجح فهم. الحقيقة فرحوا بيا معناها من الباب، الحقيقة الناس كل اللي يخدموا غاديك السيكوريتي الملاعبية المسؤولين رئيس النادي معناها الحقيقة معناها عجبتهم كي جيت كيف جيت واحد، والولاد معناها كانوا في المستوى عملوا ماتش باهي. كيفاش شفت الترجي نسخة الجعايدي؟ فما حاجات تبدلوا فنيا؟ سي نورمال، فما برشا ملاعبية خرجوا، ستيل دو جو هو معناها يخدم به معناها تاك بلاسي فهمت. شيما تكتيك تبدل مثلا ثلاثة في اللاكس كيفاش تشوفها وانت اكسيال؟ هي راهو باهية عندها الحاجة تخرج صحيح. تو تقول لك ثلاثة التالي معناها 5 3 2 ولا 5 4 1 ديفونسيف، هي اللي هي كي تشوفها معناها لي زارير براتيكمون باش يقعدوا القدام باش يعملوا اكثرية معناها اوفونسيف فهمت، باش يقعدوا الثلاثة اللي في اللاكس هذوك تولي تهاجم براتيكمون بسبعة ملاعبية فهمت، هذاك الافونتاج ديما. اما شنو هي في ريكوبيراسيون، في ريكوبيراسيون يلزمك واحد كيما نقولوا كيكولي كولي كوما كي واحد فران فهمت، باش قبل ما توصل للديفونس فما قدامك حيط كيما نقولوا نحن فهمت، مش ميتا اما على 10 كور كي تعدى ثلاثة أربعة ينجموا يجريوهم فهمت، فمش كل كورة تمس الديفونس فهمت. اليوم شمس ثم خمسة في الأكس تاع ترجي، شبار، توغاي، بدران، شمام، اليعقوبي، شنو رأيك في كل واحد فيهم؟ خاصة شبار شفته شنو رأيك فيه؟ نتصرف تعرفه من قبل صغير هاي صغير عنده دي كاليتي باهي، التاي باهي، بدنه باهي، ذكي، الفينال ما عملش ماتش كبير أما بيرسوناليتي قوية معناها في البريسيون هذيك وفينال و تلعب معناها بال كيما نقولوا احنا راكز فهمت، مش شكل اللي فرفش. اما صحيح غلط وعاديه ما نشوفها عاديه فهمت، اما عنده في سقيت فل وعنده مستقبل لازم يصلح ثم الاغلاط يصلحهم فهمت. بصراحه ما عندكش بلاستيك بيناتهم؟ لا شنو هو ده ما ندخلوش هذا في هذا من النقاط نتاع من اللاعبين اللي موجودين معناها من لاعبين باهيين فما الاكسبيريونس، فما لي جون هذوما شبار، فما زاد لاعبي صحاح كيما بدران ويعقوبي، لاعبي هذوما اللي معناها ينجموا يلعبوا خليل يعاونهم. الشتي مثلا رجع احتياطي كان من نقاط الضعف الدفاعيين خاصه عمناول. الشتي ان بون جوار اما تكتيكمون ناقص براتيكمون، هو وبالغيث تكتيكمون ناقصين معناها ملاعبية صناعية في ساقيهم يكوروا مليح، شتي راهو فيزيكمون فالابل على الاخر معناها يعادلك ماتش طالع هابط معناها ما يقلقوش وزاد اكسبلوزيف يجري برشا فهمت، ينجم يعاونك. اما جنيه ديما ضايع في الالينيمو مثلا في الكوفرتور هذيك يقلق فهمت،
في الوقفه مثلا تبدا عبيد ويقفل هكا، هو تلقاه ديما كالمتر وزوز عنده، فهمت؟ هو خدم عليها مسي معين وقتها، خدم عليه هو حاب يصلح وكذا واحد وتصلح، جات بريود مريقل واحد وبعديك نعرفش صاير تاو، فهمت؟ بالكش ملعبي معاش عينه يحب يخرج معاه، خاطر يبدا المخ في حاجه اخرى، ما تنجمش تعطي شيء في التيران، فهمت؟ صحيح. اما هو راه كان لاعبك قيمه ثابته، فهمت؟ اما تكتيك موني قسماني هذيك هي.